نبع أضاء بنوره غسق الدجى وأفاض خيرا في الجداول نفعه. في كل يوم ترتوي من فيضه نبع من الوحيين نرجو فضله. الحمد لله، مرحبا بكم في نبع. الشيطان أحيانا لا يروج على الطيبين والطيبات مخدرات، لكن يروج عليهم كبائر ذنوب تحلق الحسنات وتحرقها حرقا. الشيطان لربما ما يمنعك من أن تذهب للمسجد، لكن يمنعك وانت رايح للمسجد تشوف سيارة جارك جديدة وتوها مطلعه وتحسده على نعمة الله التي وهبه. فهذا الحسد يحرق حسناتك ويأكلها كما تأكل النار الحطب. فلانة لربما تحفظ قرآن ولربما طيبة ولربما، لكن يوم قالوا لها بنت عمك بتتزوج اللي يصغر منك تحرك قلبها غلا أو حسدا، هذا مرض خبيث. صيانة النفس من أمراض القلوب وخاصة الحسد من أوجب الواجبات. الشيطان دائما يريد لأعمالنا أن تدخل في التنور، فرن، هذا الفرن ما اندخله من أعمال العباد أحرقها. بعض العداوات سببها الحسد، ولا ما في بينهم شيء، والله ما بينهم شيء. بعض العداوات نشأت وقطيعة رحم بسبب أخ حسد أخا له، زوجة الأخ الأول حسدت الزوجة الأخ الثاني وبدأت القضايا تفور وتغلي، وسببها كره نعمة الله على عبد من عباده. أنا أعلم أن هذا مؤلم، لكن هذا حق. إذا عجزت أن تسمع أخبار واحد كرهته أنت حاسد، لأنك ما تبغى يذكر لك أخبار النجاح منه. إذا ما استطعت أن تدعو لمسلم ذكروه لك إن عنده نعمة، ترقى، توظف، شرى أرض، باع فلة، بنى دبلكسات، صار ثري إلى غير ذلك، إذا ما قلت الله يوفقه سكت، قلت له من وين له، أنت حسود. إن دعوت له فقلبك سليم. علاج سريع: أكثروا من الدعاء لمن لا نشعر بحبهم بسبب الغيرة منهم، أكثروا من الدعاء لهم فهو علاج ناجح. أستودعكم الله. نبع أضاء بنوره غسق الدجى وأفاض خيرا في الجداول نفعه. في كل يوم ترتوي من فيضه نبع من الوحيين نرجو فضله.